الرئيس السيسي يؤكد أن التعديل الوزاري يهدف لتطوير الأداء الحكومي داخليا وخارجيا وحماية مصالح الدولة ومقدراتها. بكين تواصل أنشطتها العسكرية، وتايوان تؤكد أن طائرات صينية عبرت الخط الفاصل بمضيق الجزيرة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات مجددا بشأن المسؤولية عن قصف محطة زابوريجيا النووية. الساعة مساء السابعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم ومستهل هذه النشرة مع الزميلة سمر الزهيري. إليك سمر. شكرا لك حور، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. والبداية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته لمجلس النواب للانعقاد بهدف مناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد تشاور مع رئيس مجلس الوزراء. هذا وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن التعديل الوزاري جاء لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري الذي نعمل جميعا من أجله. هذا وتقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير لجميع السيدات والسادة الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيا التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم. جدد مجلس النواب ثقته في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وأقر تعديلا شمل 13 حقيبة وزارية، وشمل التعديل الوزاري تعيين السيد رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم الفني، والسيد هاني عاطف سويلم وزيرا للري، والسيد خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، والسيد محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، والسيدة سهى سمير وزيرة للهجرة، والسيد أحمد عيسى طه وزيرا للسياحة، والسيد أحمد سمير محمود وزيرا للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس وزيرا للطيران المدني، والسيد حسن محمد حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة، والسيدة نيفين يوسف الكيلاني وزيرة للثقافة، والسيد هشام أمن وزيرا للتنمية المحلية، والسيد محمود مصطفى عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، وأيضا السيد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي. Thank you.
أشاد رؤساء الأحزاب بالتعديلات الوزارية التي أقرها مجلس النواب في جلسته الطارئة التي دعا إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. واتفق رؤساء الأحزاب في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز على أن التعديل جاء في وقت مهم للغاية في ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليا. فمن جانبه أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أن التعديل يعكس أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة بما يليق بالشخصية المصرية والناتج القومي المصري. وأوضح أن نهضة الصناعة والزراعة والصحة والتعليم ستنعكس على المواطن. أما كمال حسنين رئيس حزب الريادة فقد أشار إلى أن التعديل الوزاري الجديد الهدف منه هو مصلحة المواطن، كما شدد على أنه يعكس الاهتمام بالعديد من الملفات الداخلية والخارجية، فضلا عن أنه يدعم هدف الدولة في الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار، والذي سينعكس بدوره على الاقتصاد والمواطن المصري. بدوره أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي لإكسترا نيوز أن التعديلات الوزارية تتوافق مع ملامح الجمهورية الجديدة التي نعيش ملامحها اليوم، وأشار إلى أن التعديلات جاءت لتحقيق مستوى معيشي أفضل للمواطن المصري وتوفير البنية التحتية للمستثمرين. من جانبه أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أنه كان لابد من حدوث تغيير في بعض الوزارات لتلبية احتياجات المواطنين، كما أشار إلى أن اختيارات الوزراء الجدد جاءت لتعبر عن طموح المواطن وأولوياته في التنمية. أما الدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر أكد بدوره أن حقيبة التربية والتعليم كانت الأكثر احتياجا لهذا التعديل الوزاري، كما أضاف أن قرار التعديل جاء في توقيته لإحداث طفرة وتطور كبير في ملفات هذه الوزارة خلال الفترة المقبلة. وفي سياق متصل أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد في تصريح خاص لإكسترا نيوز أن توقيت التعديلات الوزارية مهم للغاية، وأشار إلى تنوع الحقائب الوزارية لتناسب المرحلة المقبلة سواء كان في الملف الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي. وقعت القوات المسلحة بروتوكول تعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. يهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة والعمل المشترك لصقل مهارات الطلاب في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وتسخير كل الإمكانات لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين. في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصة لخريجي الكلية الحربية للحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، وقع اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسية والاقتصادية. ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين. حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسؤولي جامعة القاهرة وعدد من طلبة الكلية الحربية. وقعت القوات المسلحة بروتوكول تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية. يهدف البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة المؤمنة والتطبيقات المحمولة بما يتماشى مع الخدمات التي يقدمها قطاع البترول والثروة المعدنية بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى العمليات والتشغيل طبقا للمقاييس العالمية.
وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكل صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. المزيد عن تلك النتائج نتابعه في سياق التقرير التالي. نتابع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 29 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 14,869 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 27 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 557,652 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 10,903 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1,820 طن و660 كيلو سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 4 قضايا في مجالات التهريب خارج منظومة القمح وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 37.5 طن أقماح، وكذلك ضبط 4,945 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 27 طن. كما تم ضبط 9 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 72 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 2,740 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 469.5 طن. كما تم ضبط 171 قضية استيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت ما يقرب من 363.5 طن سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 865,585 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 269,033 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,107 من قائد المركبات. تبين إيجابية عدد 186 سائقا منهم. كما تم المرور على 42 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 170 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبيتهم جميعا. كما تم فحص 173 مركبة وتبين مطابقتها جميعا لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 336 سيارة و53 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 9,518 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 1,307 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 1,852 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 3,644 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 3,676 مخالفة ملصقات وضبط 52 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 372 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار
ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79,343 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 73,615,666 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 307 قضية، من بينها 146 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، و161 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 28 قضية بقيمة مالية بلغت 23,755,337 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1538 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,271,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,656,807 جنيها. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 460 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 112 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 59 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط أكثر من 52 طن. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 754 قضية، من بينها 165 قضية خبز ناقص الوزن و165 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 70 طن أقماح محلية. أعربت مصر عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مؤكدة على وقوفها مع المملكة في مواجهة صور الإرهاب والعنف والتطرف كافة. وفي بيان لوزارة الخارجية، أكدت مصر مجددا دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة الأشقاء كافة بالمملكة من المواطنين والمقيمين، مثنية على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيا، ومعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. قالت تايوان إن 13 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.
قالت وزارة الدفاع الصينية إنها ستعمل على إرسال طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل إلى تايلاند للمشاركة في تدريبات مشتركة مع الجيش التايلاندي غدا الأحد. وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يشمل التدريب الدعم الجوي وقصف أهداف أرضية ونشر القوات على نطاق صغير وكبير، وستجري تدريبات فالكون سترايك في قاعدة أودورن الملكية الجوية بشمال تايلاند بالقرب من الحدود مع لاوس. أعلنت تايوان استكمال وتجهيز عدة منشآت جديدة من شأنها المساهمة في مضاعفة إنتاجها السنوي من الصواريخ ليرتفع إلى 500 صاروخ سنوياً. هذا وأشارت تايوان إلى أنها تستهدف تنفيذ استكمال مشروعها المتضمن الانتهاء من 8 أنظمة أسلحة مصنوعة محلياً على مدار 5 سنوات، وهو المشروع الذي تلقى تمويلاً بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي. هذا ولفتت إلى أن الأسلحة الجديدة التي ترغب في شرائها تتضمن طرادات وأنظمة صواريخ ساحلية مضادة للسفن وأنظمة صواريخ دفاع جوية أرضية وطائرات هجومية بدون طيار. أعلنت تايوان قرب بدء المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في إطار المبادرة الخاصة بالمبادرة التايوانية للقرن 21، وأوضحت أنه من المرجح أن تركز الجولة الأولى من المفاوضات على الموضوعات التي تتشارك فيها تايوان والولايات المتحدة وجهات نظر مماثلة، مثل القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية أو القضايا التي تمت مناقشتها بالتفصيل في منظمة التجارة العالمية ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. قالت وزارة الخارجية المجرية إن شركة غازبروم الروسية باشرت ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي وبشكل يتجاوز العقود المبرمة. هذا وأشارت الخارجية المجرية إلى أن غازبروم زادت التدفقات إلى المجر بواقع 2.6 مليون متر مكعب يوميا لباقي شهر أغسطس. يأتي هذا بعد أن أعلنت شركة أنابيب النفط التشيكية استئناف ضخ النفط الروسي إلى جمهورية التشيكا بعد التوقف منذ عدة أيام، حيث يتم الضخ عبر خط أنابيب دروغبا النفطي. أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن البلاد تنوي خفض التدفئة في المباني العامة كلها هذا الشتاء على ألا تتخطى الحرارة 19 درجة مئوية. وفي مقابلة مع صحيفة زودويتشا سايتونغ الألمانية، قال وزير الاقتصاد وحماية المناخ في ألمانيا روبرت هابيك أنه بات ينبغي أيضا إطفاء إنارة العمارات والمعالم التاريخية ليلا، مضيفا أنه ينبغي التقنين أكثر في الطاقة المستهلكة في مجال العمل. تستعد أوروبا لشتاء عصيب مع انخفاض مستويات الديزل في مستودعات التخزين على خلفية الأزمة الأوكرانية. المزيد في التقرير التالي. شتاء عصيب تستعد له القارة الأوروبية مع انخفاض مستويات الديزل في مستودعات التخزين، وذلك وسط تخوفات من التداعيات الكبيرة التي سوف تترتب على بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط الروسي، خاصة على الصناعات والسائقين. ويعد الديزل إلى جانب أنواع الوقود الأخرى مثل زيت التدفئة وزيت الغاز شريان الحياة للعديد من الصناعات في أوروبا، مع استخدامه في العديد من الأغراض من تشغيل محطات الطاقة إلى تدفئة المنازل، بالإضافة إلى استخدامه كوقود للمحركات.
يأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات من شركة الاستشارات الهولندية إنسايتس جلوبال أظهرت أن مخزونات الديزل وزيت الغاز في المواقع التجارية في مراكز أمستردام وروتردام وأنتويرب أقل بكثير من المتوسط التاريخي. ومما زاد من صعوبة الوضع أن الطقس الحار في أوروبا أدى إلى انخفاض منسوب المياه بشكل غير معقول في نهر الراين، وهو ممر مائي رئيسي للناقلات التي تحمل الوقود من مصافي النفط الضخمة والخزانات في تلك المراكز إلى ألمانيا وفرنسا وسويسرا. قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إنه لا يستبعد إمكانية مد خط أنابيب غاز يربط شبه الجزيرة الإيبيرية بأوروبا الوسطى بدون المرور عبر أراضي فرنسا. وأشار رئيس الوزراء البرتغالي إلى أن النسخة الأصلية للمخطط واجهت قيودا بيئية أشارت إليها فرنسا، منوها بأن البديل يمكن أن يكون ربط إسبانيا والبرتغال بإيطاليا، مما يعني مد الخط عبر البحر الأبيض المتوسط. غادرتا سفينتان محملتان بشحنة من الحبوب الأوكرانية ميناء تشيرنومورسك. السفينة الأولى تحمل علم بربادوس وتنقل 12 ألف طن من الذرة، بينما ترفع السفينة الثانية علم جزر مارشال وتحمل 3000 طن من بذور عباد الشمس. وبذلك يصل العدد الإجمالي للسفن التي غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة إلى 16 سفينة. أعلنت وزارة الزراعة الروسية أن بلادها تمكنت من ضمان الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن المزارعين جمعوا 78 مليون طن من الحبوب المختلفة حتى الآن. وكانت وزارة الزراعة الروسية توقعت في وقت سابق أن يبلغ محصول الحبوب في عام 2022 الجاري 130 مليون طن، بما في ذلك 87 مليون طن من القمح. قال ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية إن كييف ليس لديها دافع لاستئناف المفاوضات مع موسكو، إذ أن هذا سيعني انتصارا لروسيا بحسب تعبيره. وأشار المسؤول إلى أن كييف تحافظ على حوار مع موسكو فقط على مستوى حل قضية تبادل الأسرى وجثث القتلى، مؤكدا أنه لا توجد حوارات في الشؤون العسكرية السياسية. كشفت قيادة الجيش الأوكراني استمرار القتال في قرية بيسكي شرق البلاد، والتي قالت روسيا في وقت سابق إنها سيطرت عليها بالكامل. وأضافت أن قوات الجيش الروسي تحاول حاليا التقدم في اتجاه عدة مدن شرقي البلاد. تبادلت كييف وموسكو مرة أخرى الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها روسيا. وقالت مجموعة إنرجواتوم الأوكرانية المشغلة للمحطة إنها تلقت معلومات تفيد باستفزازات جديدة من الجانب الروسي، مشيرة إلى تجدد القصف باتجاه المحطة. من جانبهم اتهم مسؤولون روس القوات الأوكرانية بالوقوف وراء الضربات.
خفضت وكالة تصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز وفيتش درجة الدين السيادي لأوكرانيا إلى درجة واحدة فقط قبل التخلف عن السداد، هذا بعد الإعلان عن تعليق ديونها الخارجية من دائنيها الدوليين. وخفضت ستاندرد أند بورز تصنيف الديون الطويلة والقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية إلى SD، بينما خفضت وكالة فيتش تصنيف ديون أوكرانيا الطويلة الأجل من C إلى RD. هذا وخفضت وكالة التصنيف موديز التصنيف الائتماني السيادي لتركيا من B2 إلى B3 بحسب ما ذكرت رويترز. كما أشارت الوكالة إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. المزيد بشأن موجات التضخم التي يواجهها العالم وإجراءات الدول للسيطرة عليه في العرض التالي مع الزميل هشام عبد التواب. أهلا بكم مشاهدينا. باتت الاقتصادات العالمية تجابه يوميا موجات متسارعة من التضخم، وأصبح لزاما عليها أن تجابه تلك الموجات من أجل كبح جماح ارتفاع الأسعار والمستمر في كافة المجالات. ففي الولايات المتحدة يتمسك مسؤول البنك المركزي الأمريكي بمواصلة تشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولون بالمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى انفتاحهم على احتمال رفع الأسعار أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، وذلك في سبتمبر لمكافحة التضخم المرتفع. وإلى الاقتصاد الأقوى في أوروبا، حيث خفضت وزارة الاقتصاد في ألمانيا توقعاتها للجزء الثاني من العام الجاري، وألقت الوزارة باللوم على الانخفاض في إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا التي عززت أزمة الطاقة المستمرة في ألمانيا في جميع أنحاء أوروبا، وتسببت أيضا في انكماش اقتصادي واضح. وفي فرنسا سجلت البلاد في يوليو الماضي أعلى مستوى تضخم منذ 37 عاما، بعدما ارتفعت أسعار الاستهلاك إلى 6.1% على أساس سنوي وفقا للمعهد الوطني للإحصاءات، ويمثل أعلى مستوى يتم تسجيله منذ يوليو عام 1985. وأفاد معهد الإحصاء بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير على أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنة بالأشهر الأخيرة، مشيرا لارتفاع الأسعار أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة، فضلا عن تباطؤ وتيرة ارتفاع تكلفة الطاقة في فرنسا إلى 28.5% في يوليو على أساس سنوي. إلى ذلك أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من عام 2022 للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، وذلك مع تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.6% على أساس شهري خلال يونيو و0.1% خلال الربع الثاني من العام. وسبق أن حذر بنك إنجلترا في وقت سابق من توقعاته بدخول الاقتصاد البريطاني أطول فترة ركود له منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع، كما توقع أن يصل التضخم إلى ذروته ويتجاوز نسبة 13% في أكتوبر المقبل. أما في اليابان، أعلن رئيس الوزراء الياباني أن حكومته ستتخذ إجراءات جديدة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، وأوضح أنه سيواجه المسؤولين لتنفيذ خطوات الإغاثة، مضيفا أن تأثير الزيادات في الأسعار خاصة بالنسبة للطاقة والمواد الغذائية هو تأثير كبير على الشركات والمستهلكين، لافتا إلى أن أزمة التضخم ستتصدر أولويات حكومته. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا عن حالة التضخم المتفاقمة التي تواجه اقتصادات العالم ومحاولات مجابهتها. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر خلال مقابلة أجرها معها. وقال كيسنجر خلال المقابلة إن الولايات المتحدة تقف على شفا حرب مع موسكو وبكين بشأن القضايا الخلافية، معتبرا أن العالم اليوم يقترب من اختلال توازن خطير. كما أشار كيسنجر إلى ضرورة عدم تصعيد التوتر وخلق مزيد من الخيارات،
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أن توسع حلف الناتو كان يجب أن يتوقف عند بولندا، لافتا إلى أنه كان يجب على أوكرانيا أن تلعب دورا حياديا كفنلندا في العلاقات بين روسيا والغرب. ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 589 مليون إصابة، وأفادت الجامعة بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى أكثر من 6,433,000 وفاة، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، في حين احتلت الهند المرتبة الثانية تليها البرازيل. أعلنت كوريا الشمالية إلغاء إلزامية استخدام الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي الأخرى، وذلك في أعقاب إعلان الزعيم كيم جونغ أون الانتصار على جائحة كورونا. وفي ظل التحول إلى نظام عادي لمكافحة الوباء من نظام المستوى الأعلى، ألغت كوريا الشمالية إلزامية وضع الكمامات والقواعد الأخرى في جميع المناطق باستثناء الحدودية. حذرت دراسة جديدة أن ذوبان الجروف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية أسرع من المتوقع بنسبة 40% عما كان متوقعا في السابق، مما سيؤدي إلى تسريع ارتفاع منسوب مياه البحار. وأنشأ علماء أمريكيون في ولاية كاليفورنيا نموذجا مناخيا يأخذ في الحسبان تأثير التيارات المحيطية الساحلية في قارة أنتاركتيكا، وأضافوا أن هذه التيارات الضيقة تشكل مياها دافئة تسهم في إذابة الجروف الجليدية التي هي عبارة عن طبقة ضخمة من الجليد تعوم فوق المياه. تمكن رجال الإطفاء في فرنسا من وقف انتشار حريق هائل في جنوب غرب البلاد، ما سمح للسلطات بإعادة فتح قطاع من طريق سريع أمام المرور. هذا وساعدت تعزيزات من أنحاء أوروبا رجال الإطفاء المحليين في مكافحة الحريق الذي دمر الغابات في منطقة جورون الفرنسية منذ يوم الثلاثاء الماضي، والذي أجبر 10,000 شخص على إخلاء منازلهم. أعلنت السلطات الإسبانية مصرع شخص وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة لانهيار جزء من منصة في مهرجان للموسيقى شرق البلاد. وأفادت خدمة الطوارئ الإسبانية بأن جزءا من المنصة سقط بسبب رياح عاتية ضربت موقع المهرجان الذي أقيم على مدى 6 أيام في بلدة كاليرا الساحلية جنوب بنسيا. رياضيا، يلتقي الأهلي فريق مصر المقصة غدا الأحد في 8 مساء ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس مصر. كان الأهلي قد تأهل إلى هذا الدور بالفوز على فريق المصري بسلوم بدور 32 بهدف نظيف، فيما تأهل مصر المقصة للدور ذاته بعدما تخطى بني عبيد بنتيجة 2-2. يسعى
يستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الاثنين ضمن منافسات دور 16 لبطولة كأس مصر. تأهل الزمالك إلى دور 16 عقب تغلبه على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف في دور 32، بينما صعد الإسماعيلي إلى الدور ذاته بفوزه على بتروجيت بركلات الترجيح. ختام النشرة وهذه تذكرة بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يؤكد أن التعديل الوزاري يهدف لتطوير الأداء الحكومي داخليا وخارجيا وحماية مصالح الدولة ومقدراتها. بكين تواصل أنشطتها العسكرية، وتايوان تؤكد أن طائرات صينية عبرت الخط الفاصل بمضيق الجزيرة. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات مجددا بشأن المسؤولية عن قصف محطة زبروجيا النووية. لمزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام، يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. قدم هذه الجولة الإخبارية لحضراتكم الزميلة حور محمد، وهذه تحياتي أنا سمر الزهيري. إلى اللقاء.